يلا بينا كده عندي اساتذه، تعالوا دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالوا دلوقتي كده مع بعض هنقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي كده عندي المحاضره بتاعتنا. هنعمل كده عندي ايه النهارده؟ عايزين نبتدي نتكلم على موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي ان انت تحط واقعيه للشغل بتاعك. عشان تبتدي ان انت تحط واقعيه للشغل بتاعك، ان انت تبتدي تحط للشغل بتاعك شادو والكلام ده. طيب عشان ابتدي ان انا اعمل الكلام ده كده عندي، بيتم كده عندي ازاي؟ بص كده مع بعض كده عندي يا ساتر. عشان تبتدي تعمل الكلام ده، لو نفترض مثلا فتحت الفايل ده، فايل نيو كده عندي اهوت، فايل نيو ادي 800 في 600، اوكي ادي فتحت الفايل بتاعي. تعالى لي كده مع بعض كده عندي، هنبتدي ناخد كده عندي ايه البقر دي كده عندي اهيت، هنبتدي نبتدي كده عندي نعلم عليها كده كده اهو، انزل بيها جوه الفلاش، اطلع بيها فوق، سيب الملف بتاعي ده كده عندي اهيت، ادي البقره كده عندي دي كده عندي اهيت، نزلت كده عندي اهيت. تعالى بينا كده عندي ايه، تعالى بينا كده عندي نبتدي نحرك البقره بتاعتنا دي. عايزين نبتدي نحرك كده عندي ايه، نحرك البقره دي ونبتدي ان احنا نشوف كده عندي ايه البقره دي كده عندي هتتحرك ازاي. طيب مبدئيا عشان تبتدي ان انت تحرك البقره دي، عشان تبتدي ان انت تحرك البقره دي لازم تكون عارف كده عندي كالتالي. ايه بقى اللي انت لازم تكون عارف؟ شويه حاجات كده عندي كده مبدئيا كده عندي. اول حاجه ان هي ما تنفعش تتحرك في الوضع ده، لازم تتحرك في وضع مين؟ وضع تمانيات، وضع تمانيات، وضع تمانيات كده عنده. طيب فانت ممكن تعمل كده عندي ايه، انت هتعوز البقره دي وهي واقفه ساكته، هتعوز البقره دي وهي واقفه بتتكلم، هتعوز البقره دي وهي بتتحرك. فعايزين يبقى الشغل بتاعنا احترافي، عايزين يبقى الشغل بتاعنا احترافي. طب هنعمل بقى كده عندي ايه، خد البقره دي زي ما هي كده اهو، طالما انت عايز شغلك احترافي خد البقره دي زي ما هي، كوبي كوبي فريم، واعمل لي انسيرت نيو سيمبل موف كليب كاو كاو ستوب كاو ستوب كده عند اهو. في صبية الرابط مظابط معاها، ما هو نفس الرابط بتاعنا يا استاذ، ابعتوا لها الرابط تاني مرة تانية كده عند اهو، ابعت لها الرابط تاني يا حياة كده عندي، نفس الرابط، ما انتوا داخلين كلكم مني. طيب بص بقى مع بعض كده عندي يا استاذ، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، قول له كاو ستوب، اديني اوكي، اعمل لي كده عندي انسيرت نيو سيمبل، عملنا كده عندي اهو، تعمل لي كده الله من هنا بيست فريم، ادي البار كده عندي اتحطت كده عندي اهو. لا ما فاتكيش حاجه كده عندي يا ساره، ده احنا لسه شغالين، عايزين نحرك البقره دي ونبتدي نعمل عليها واقعيه وهي بتتحرك كده عند اهوت. طيب ادي البقره بتاعتنا كده عند اهوت، عملت لها موف كليب وهي ثابته ما بتتحركش، اهي خلاص اهي، الغي بقى كده عند البقره دي، الغيها خلاص مش لازماني خالص كده عند اهوت، لير جديده كويس، واعمل لي كده عندي دليت الكلام ده كله، خلاص مش محتاج الكلام ده كله، لان انا بقى عندي بقت عندي البقره جوه موف كليب كده عند اهوت. طب اعمل لي كده عندي دبليكيت للموف كليب ده وسميها لي كده عندي كاو ايه بقى، مش كاو ستوب بقى كده عندي، كاو موف كده عند اهوت، بتتحرك بقره بتتحرك كده عند اهوت كويس. وتعالى اعمل لي دبليكيت للموف كليب ده كويس، قول له كده عندي ايه دبليكيت، سميها لي كده عندي كاو توك مثلا بتتكلم، كاو ستوب ستوب واقفه توك توك كده عند اهوت كويس، بتتكلم كده عند اهوت. عملت كذا موفي كليب لنفس البقره، ما انت الحاجه بتتعمل لها، يمكن في بعض الشخصيات بتتعمل لها 30 و40 و50 و100 موفي كليب، طول الفيلم هي الشخصيه دي معمول لها 100 موفي كليب بحركاتها كلها، بحركاتها كلها بحركاتها كلها، فعلا الهندسة بنلاحظ ده كله في معظم حركات الكرتون، هتلاقيها يعني بتتكرر، الحركه بتتكرر، بتتكرر، بتلاقيها تتكرر، حتى حركة البق تلاقيها بتتكرر، نفس الحركه وخصوصا بتتكرر كده عندي. فهي الفكره كده عندي في ايه، ان انا عامل للشخصيه بتاعتي كل الموف كليبات بتاعت التصورات بتاعت الحركه بتاعته طول الفيلم اظن بعد كده بقى نتعود ان احنا نعمل موفي كليب على طول، ما على طول. اي شخصيه، حتى بص اي شخصيه لازم يكون لها موف كليب. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، يلا الكاو موف ادخل عليها بقى كده عند اهوت، يلا بينا نبتدي نحرك الكاو موف دي كده عند اهوت. تعالى كده صغر لي كده عندي، قول له 50% لازم عشان تتحرك، قلنا هتتحرك كده دي على ايه، على تمانيات كده عندي. يعني ايه تمانيات كده عندي؟ يعني ما تتحركش ورجليها ثابته كده، لازم تكون رجلي دي اهي،
اروح ماسك كده عند اهوت، حاطط الانكور بوينت بتاعتي كده عندي فوق اهي، ادي الانكور بوينت بتاعتي كده عند اهوت، حركها كده عندي ورا ديت كده عند الرجل التانية دي كده عند اهوت، حط الانكور بوينت بتاعتها فوق، حركها لقدام كويس اهي، نزلها ورا كده عندي كده عندي كده تحت كده شويه كده عند اهوت، تعالى كده دي كده عند اهوت، طلعها كده عندي فوق اعملها كده، تعالى كده عندي دي كده عند اهي، طلعها كده عند اهي، تعملها كده عندي في الجنب التاني كده عند اهو، نزلها كده عند اهي، تعالى كده مع بعض كده عندي اهي، اعمل لي كده عند اهوت، والدنيا تمام التمام، الدنيا تمام التمام كده عند اهو، وتعالى هات لي دي كده عند اهو كده عند اهو، فالدنيا كده زي الفل زي الفل. ودايما بص كده مع بعض، الرجل دي قدام دي ورا، الرجل دي ورا دي قدام، ما يبوش كده عندي ايه. طب بص كده مع بعض كده عندي يا سادة، احنا بنمشي كده عندي، لا 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 معلش كده غلط كده غلط كده غلط، احنا لما بنمشي بنمشي عندي عكس عكاس كده عندي، الحيوانات لما بتمشي بتمشي عكس عكاس كده عند اهوت، يبقى ديت قدام وديت اللي ورا، ديت اللي ورا، الحيوانات بتمشي بالعكس يا سادة، يعني واحده قدام الجنب ده قدام والتانيه ورا، ما بيمشوش كلهم، ما بتمشيش جنب واحد مع بعض يا سادة، الحيوانات ما بتمشيش جنب واحد مع بعض يا سادة، عشان الناس تبقى عارفه الحته دي، عشان تبقى عارفه الحته دي، عشان الناس تبقى عارفه الحته دي، الحيوانات ما بتمشيش في جنب واحد مع بعض، بيمشوا عكس عكاس عكس عكاس كده عندي، يعني دي قدام مع دي قدام، وديت ورا مع ديت ورا. طب جميل حلو، ظبطنا كده وضعيه البقره كده، دي وضعيه البدايه، دي وضعيه البدايه كده عندهم، والدنيا تمام التمام، والدنيا 10 على 10. طب انا عايز اعمل ايه كده عندي؟ عايز ابتدي بقى ان انا احرك البقره بتاعتي كده عندهم، اروح جاي عند 30 بيديني اف 6، اف 6 اف 6 كده عندهم. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى كده مع بعض، يلا اديني كده عندي كلاسيك توين، كلاسيك 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 توين كده عندهم. طيب مين اللي هيتحرك كده عندي؟ اللي هيتحرك كده عندي الرجل دي، الرجل دي كده عندها تتحرك، اظبط لي الانكر بوينت بتاعها اهي، الانكر بوينت بتاعها، الانكر بوينت بتاعها كده عندك، ادي الانكر بوينت بتاعها، دي هتتحرك اظبط لي الانكر بوينت بتاعها اهي، دي هتتحرك اظبط لي الانكر بوينت بتاعها كويس اهو، دي هتتحرك اظبط لي الانكر بوينت بتاعها كويس، خلي الانكر بوينت كده عندي هنا. طيب اعمل ايه بقى كده عندي؟ الودان هتتحرك اظبط الانكر بوينت بتاعت اهي، الودن الثانيه هتتحرك اظبط الانكر بوينت بتاعت، لازم اي حاجه تتحرك تظبط الانكر بوينت بتاعت، البق بعد كده هيتحرك، هيتحرك كده عندي لو انت حبيته يتحرك تظبط الانكر بوينت بتاعته، اي حاجه تتحرك تظبط الانكر بوينت بتاعت. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ هات لي بقى شويه شويه الفيرمات ده اهي، الت وديها في الاخر ليه؟ عشان تبقى الانكر بوينت واحده، حطها في النص اهي، الانكر بوينت واحده في كله، الانكر بوينت واحده في كله اهو. طيب الرجل دي في النص كده عند ايه؟ ترجع ورا، ترجع ورا، ترجع ورا كده عند اهي، رجعت ورا كده عند ايه؟ رجعت ورا اهي، ادي الرجل دي رجعت ورا، رجعت ورا. طيب جميل، الرجل دي تطلع قدام، بدلت مع بعضها كده عندي، بدلت مع بعضها كده عندي، خلاص كده عندي. طيب تعالى اللي باقي كده عندي ايه؟ تعالى لي كده في النص، الرجل ده اهي ورا تروح طالعه قدام، الرجل ده اهي كده عندي، في لي كده عندي دي، الرجل ده اهي هنا تروح راجع ورا، راجع ورا وترجعها ورا كده، ترجعها ورا كده، ترجعها ورا كده عندك اهو كويس اهي، رجعتها ورا كده عندي، رجعتها ورا كده، شغالي دي اهي، ظبطها كده عندي، ظبط لنا دي كده عندي ورا شويه كده اهو، دنيتنا 100 100، دنيتنا زي الفل كويس اهو، بص كده معايا تمام زي الفل، تمام زي الفل. طب تعالى لي كده عندي الديل بتاعها، تعالى الديل بتاعها كده عندي ايه؟ ادي الديل بتاعها كده عندي اهو، ما ظبطتش انا الانكر بوينت بتاعته، تعالى كده مع بعض، انكر بوينت بتاعته كده عندي،
هات لي كده الانكر بوينت بتاعته. يلا هنا اهو، هنا اهو، تعالي كده مع بعض. يلا طلع لي الديل كده عندي اهو، سنة زنطة. كويس اهي، والدنيا تمام التمام، والدنيا 10 على 10. تعالى بقى كده عندي على الودان، الودن دي كويس. نزلها كده عندي، طلعها كده عندي بره شويه. الدنيا اشتغلت كده معايا كده عندي، ايه الدنيا اشتغلت كده معايا كده عندي. طب اطلع لي بره اوريها لك بس على الستيج. انزلي تحت، هات لي كده عندي البار دي كده عندي اهيت. الكاو ايه، الكاو موف اهوت، خدت الكاو موف كده عند اهوت رميتها. تعالى كده مع بعض اديني كنترول انتر، ودنيتها كده عندي ايه زي الفل كده عند اهوت، والدنيا زي الفل زي الفل كده عند اهوت. طيب جميل، الدنيا انت زي العسل كده عند اهوت. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض انا عايز اخد البقره دي امشيها على خلفيه كده عند اهوت. طيب يبقى تروح اعمل كده عندي فولدر كده عند اهوت، فولدر سميه كاو. معلش هندسه، نعم العينين بعد كده هتعملها زي ما كنا عاملينها المره اللي فاتت كده غطى براحتك بالفتاد بقى، ما هي الوسخ. كله بقى زي عايزها بالماسك، عايزها تغطي تعمل عليها غطى تفتح وتقفل براحتك زي ما انت عايز. تمام ما يا انت ما هندسه. انت فاهم بقى الكلام ده كله، خلاص انتوا فاهمين الكلام، حته العين تتعمل ازاي، ما احنا عملناها كده عندي في لا مين، انا قصدي انا هتطبق في كله على كده على نفس الوضعيه دي هي يعني. نفس الوضعيه خلاص. ما انت عرفت ما هو ده درس العين عموما، انت درس العين خلاص اهو، يا اما غطى يا اما بتغمض يا اما ماسك يا اما العين ذات نفسها بيتعمل لها سكيل تصغر وتكبر. العين ذات نفسها بيتعمل لها سكيل تصغر وتكبر، اه تصغر فعلا وتكبر كده عند اهو، في كده بتبقى وفي في كده، تكبير وتصغير. في تكبير وتصغير للعين ذات نفسه، يا اما كده يا اما كده يا اما كده. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع تسمع بعض عندي كالتالي. بص مع بعض كده عندي سلسل. قال لي مهندس، كده نعم، هو انا عملت لها موفي كليب الاول وهي ثابته ليه عشان يعني؟ كل لو حبيت ان انا اعمل حركات تبقى ماشيه وبعد كده تقف بس كده عندي، وبعد كده تمشي تتكلم، عايز اعمل كذا حركه، عايز اعمل لها كذا حركه كده عندي. فبعد ما عملت الحركات دي اعمل لها موفي كليب ينفع يعني بعد ما عملت ايه؟ زي ما بعمل كل مرة لما بظبط الحركات من بره، بعد كده عادي، بدخلهم في. ايوه عادي عادي، ايوه ينفع اعمل ايا كانت الطريقه كده وكده تعرف كده وكده. يعني عملت المرة دي كده. لا عادي اي كان، كله الطرق زي بعض، انا ابتديت بس كده وخلاص كده عندي، لكن مش فارق تمام معايا، اعملي زي ما انت شغاله من بره، دايما من بره ودخلي حركات جوه الموفي كليب. تمام وصلت؟ تمام طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض هنعمل كده عندي كتاب، ادي كده عندي اهوت. تعالى كده نجيب بقى كده عندي ايه، تعالى نجيب كده عندي فلاش، فين فلاش كده عندي، تعالى كده نجيب كونتينيو باك جراوند، كونتينيو باك جراوند مثلا دي، ما دي كانت دي بتاعت نفس الهليكوبتر، عايزين ناخد كده عندي كونتينيو باك جراوند تانية، نجدد، عايزين كونتينيو باك جراوند تالتة، دي كويسة دي كويسة كده. طب حلو، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، هناخد كده عندي الباك جراوند دي، كوبي فريم، انسيرت نيو سيمبل موف كليب، هيبقى كده عندي ايه، كونتينيو باك جراوند. اوكي اديني كده عندي يلا بيست فريم، اطلع لي بره كويس، اعمل لي فولدر كونتينيو باك جراوند، كونتينيو باك جراوند كده عند على طول كده عند اهوت، خد الحاجات دي دخلها جواه. يلا بينا، طيب تعالى كده مع بعض، هات لي يلا هات لي كده الفولدر ده كله كوبي، روح لي كده عندي في البقره، فايل نيو، فايل قصدي سيف كاو، فايل سيف سميه كاو موف كده عند اهوت. يلا اديني اوكي، بصوا مع بعض اعمل لي كده عندي ايه، اطلع لي كده عندي بره، قول له كده عندي بيست، نزل جوه طلعه بس بره، طلعته بره كده عند اهوت،
ادي واحد وادي التاني، كويس. طيب هعمل كل اللي انا هعمله كده عندي ايه، ادي البقره بتاعتي، صغرها في الحجم شويه، كويس. تعالى دلوقتي عشان عايز اوريكم، بس ايه، عايز اوريكم حاجه كده عند دوت، يعني حاجه هتبقى كويسه هتعجبكم على الاخر دلوقتي. ادي البقره بتاعتي، كاو كده عند دوت، كاو. اديني كده عندي، كده عندي ايه، باك جراوند، باك جراوند. هات لي كده عندي ايه، هات لي كده عندي الموفي كليب بتاعنا كده عند اهوت، احط كده عند الباك جراوند كده عند اهو، ادي الموفي كليب بتاعنا. تعالى دلوقتي نزله لي تحت، مدي لي زمن، وليكن الزمن بتاعنا عندي كام، وليكن الزمن بتاعنا كده عندي في 6. اديني كده عندي على الكاو كده عند اهوت، رايت كليك، كرييت كلاسيك توين، الكاو كده بتاعتي كده عندي اهيت، هي هنا كده عندي هنا. تعالى كده في الاخر طلعها لي كده عندي بره، مين بره الستيج في الجنب التاني، والدنيا بتاعتنا كويسه. طيب جميل اهي، لو جيت شغلت كده عندي، لو جيت شغلت هيعجبكم الشكل كده عندي اهوت، البقره وهي ماشيه كويس، مع الباك جراوند الكويسه ادت شكل كويس، مع الباك جراوند الكويسه ادت شكل كويس. تعالى مدي لي كده عند الزمن، اديني اف 5، اديني كنترول انتر اهي، مع الباك جراوند الكويسه مديها شكل كويس ومديها شكل جميل، والدنيا 10 على 10 جميل. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى، كده عندي رسم حلو وباك جراوند كويسه، صوت كويس، تبقى الدنيا 10 على 10 معاك. بس انا عايز ده ادي تاثير احسن من كده، عايز لو اديك انا بنزلها مثلا هندسه انها تمد راسها لتحت بضغطه، ساعتها هحرك البقره كلها، راسها كله لتحت، الف راسها كلها تبقى موفي كليب لوحده، وحركه انزله لتحت، احرك الدماغ لوحدها تبقى موفي كليب لوحده عشان يتحرك لوحده، كويس. طيب بصوا بقى مع بعض كده عندي يا اساتذه، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتاب، انا عايز اعمل بقى كده عندي ايه، انا عايز اعمل البقره دي واقعيه شويه، اعمل ايه يعني، تعالى اعمل لي لير تحتها، لير تحتها كده دوت، كويس. وتعالى اعمل لي كده عندي كالتالي، هات لي الكي فريم ده كوبي، البار ده كوبي، كوبي فريم، اديني كده عندي كوبي فريم، او بالالت شد كده عندي، نزلها تحت جميل. في النهايه برضو هات لي الكي فريم ده كده عندي دوت، اضغط لي في 6، في 6، وتعالى كده عندي ايه، بص بقى معايا كده عندي يا ساتر، او قبل ما تدي اف 6، بص يا ساتر، الغي لي البقره دي، طفينا البقره دي، ده كده عندي مين اللي ظاهر عندي، البقره اللي تحت دي كده، ده كده اعمل بقى للبقره اللي تحت دي كده عندي ايه، كويس، اعمل للبقره اللي تحت ديت كده اهوت عندي سكيو، نايمها على نايمها على الارض، نايمها على الارض كده عندك، كويس. شغل لي دي، هات لي البقره الثانيه دي كده عند اهوت اللي معمول لها سكيو دي كده عندي، حطها كده اهو، حلو، حطيناها كده، نايمها كمان سنه، امسك الاثنين دول كده عندي، نزلهم تحت سنه، امسك لي دي ودي، نزلهم لي تحت سنه، جميل. تعالى لي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى لي كده مع بعض، بص كده مع بعض كده عندي كالتالي، انا عملت لها سكيو كده عند اهوت، ممكن تصغرها اعمل لها سكيو كمان، امسك اللي تحت دي تحت دي، اعمل لها سكيو كمان، ظبط السكيو بتاعها، لا كده مش عايزين السكيو ده، ظبط من هنا، ايوه تمام التمام زي الفل زي الفل. طب حلو كويس، طيب حلو زي الفل. واعمل لها بقى كده عندي ايه، دول كده عندي في الاول كده عندي هنا اهو، هاتهم لي كده عندي في الاخر،
زي بعض كده عند اهوت، وامسكهم الاثنين في الاخر، طلعهم بره، ايه بره الشاشه، حركهم هما الاثنين مع بعض، حركهم هما الاثنين مع بعض، حركهم هما الاثنين مع بعض. طب شغل دنيتك زي الفل، كويس دنيتك زي الفل كده عند اهوت، زي الفل زي الفل. طيب انت محتاج تعمل ايه بقى كده عندي؟ بص يا ستي، هتيجي على الموف كليب اللي في الاخر ده، الموف كليب اللي تحت ده، اللي تحت ده، ده تيجي من الخصائص، تشيله من الكالر افكت، ممكن تدي له كده عندي ايه، تدي له كده عندي إيه، تنت تحوله لاسود، كويس اصبغه كده عنده، خلينا كده عندي ايه 100% اسود كده ده، او خليه رمادي، تنت رمادي مثلا كده عند اهو. شوف بقى تنت، شوف شكل الشادو بتاعك كده عند اهو، اهو تنت كده عند اهو، تنت كده عند اهو. طيب جميل حلو، وممكن اروح اعمل له كده عندي ايه، كويس ده الظل بتاعها، ده هيبقى الشادو بتاعها، هيبقى الشادو بتاعها كده عند اهو. ممكن اروح جاي كده عند اهو، اروح اعمل لها كده عندي ايه، انا عملت لها تنت، كويس ممكن تدي لها كده عندي ايه الفا، الفا هي الفا كده عند اهو، تدي لها تنت، ادي تنت كده عند اهوت. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، انزل لي كده عندي في الفلتر، قول له كده عندي ايه كلور، زود لي كده عندي ايه، قول له كده عندي كده عندي ايه هاي، زود لي كده عندي ايه، اه عشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش حد، ما يبقاش حد كده عند اهوت. طيب في الاول وفي الاخر برضه لازم تدي الكلام ده، في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر، في الاول في ايه وفي الاخر كده عند اهوت، لازم تاخد كده عندي الكي فريم ده، ماشي امسك لي الكي فريمين دول مره تانيه، الكي فريمين ده همت بالالت، واديهم في الاخر، واديهم لي في الاخر كده عندي، وتعالى حرك لي كده عندي، حرك لي الباره كده عندي والظل بتاعها كده عندي بره كده، بره الشكل، بره الشكل، بره الشكل اهمت، يبقى دي كده عندي البهارة بتاعتي كده عندي اهيت، البهارة بتاعتي كده اديهم لي كده عندي في الاول كده عند الاثنين دول كده، طلعهم فوق سنة. تعالى شغل، البلور بتاعها جامد شويه، ممكن تقلل البلور بتاعها، والدنيا زي الفل، والدنيا زي الفل. اروح جاي كده عندي البلور بتاعها اللي انا عملته ده، الظل ده قلله هل الهندسة يصح إن أنا أظبط الاتنين معاهم مع بعض في موف كليب؟ في موف لا كليب لا لا واحد لا 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 لا، خلي كل واحد لوحده، خلي كل كل واحد واحد، لوحده. اي خلي كل واحد لوحده، خلي كل واحد لوحده، خلي كده كده عندي كام مثلا، اربعه، اربعه كده عند اهوت زي الفل، وخليه في الاخر برضو اربعه، الموف كليب في الاخر خليه اربعه، اربعه زي الفل. تعالى شغل، اديني كنترول انتر، ايه كويس ايه، والدنيا زي الفل كده عند اهوت، زي الفل زي الفل. ده كده الموف ده كده الشادو بتاعها، ممكن تخليه اسود، تخلي الظل بتاعها اسود خالص كده عند اهوت، بلاش يبقى رمادي، ممكن تخليه اسود، يعني تخلي الظل كده عند اهوت ايه التنت اسود، كويس، وممكن تخلي كده عندي ايه في الاخر كده عند الظل التنت اسود كده عند اهوت، زي ما تحب، شوف اللي انت عايزه، اسود واسود، اسود واسود. اديني كده عندي كنترول انتر، كأنه شادو بالظبط كده عنده، كأنه شادو، كأنه شادو، والدنيا تمام التمام، والدنيا زي الفل، زي الفل زي الفل كده عنده. يبقى انت اديت واقعية للشغل بتاعك، اديت واقعية للشغل بتاعي، اديت واقعية للشغل بتاعي كده عنده، البارة كده عندي جاية كويس، والشادو بتاعها كده شغال تمام التمام، والدنيا 10 10 وهي ماشية. نفس الحكاية، هو نفس الظل بتاعها، الظل بتاعها فعلا اهي نفس الحركه، بنفس الرجلين، بنفس كل حاجه كده عند اهوت، فانت حاسس ان هو فعلا بتاعها اهو، الرجلين ماشيه مع بعضها والدنيا، فانت خلاص انت متاكد ان الظل ده بتاعها، انت متاكد ان الظل ده بتاعها، انت متاكد ان الظل ده بتاعها. وصلت كده معايا؟ يبقى ده كده عندي ايه، يبقى ده كده عندي، لو انت حبيت ان انت تعمل الظل كده عند اهوت، لو انت حبيت ان انت تعمل الظل بتاع الاشخاص كده عند اهوت، تجيب نفس الموف كليب تنيمه على الارض، وتعمل له كده عندي ايه، وتعمل له عندي سكيو،
اسكيو، وتحط بعد كده التنت وتحط الفلتر بتاعك. الفلاتر كده عندي منين؟ الفلاتر كده عندي، او تحط تمسك كده عندي اهوت من فلتر، تحط الفلاتر بتاعتك اللي هو الدروب شادو. كويس. طب انا ممكن احط دروب شادو اصلا من اساس، بس الدروب شادو هيبقى على الشكل، يعني بص مش هيبقى زي ده. يعني انا ممكن الغي لي اللاير دي خالص، الغي لي اللاير دي خالص كده عندي. طب تعالى لي كده، لو مسكت البقره دي كده عندي، البقره دي عملت لها دروب شادو، الدروب شادو هيبقى وراها. يعني تعالى كده مع بعض، حط لي دروب شادو، مش هتنيمه على الارض. اعمل لي كده عندي ايه، اعمل له كده عندي الديستانس بتاعته، ادي الديستانس. عايز تزوده كده عندي اهو، ادي الديستانس. تعالى الانجل بتاعته، انت عايز تحطه كده عندي ازاي، لكن مش هينام على الارض كده عندي، مش هينام على الارض، مش هينام على الارض. ده الانجل بتاعته، ده الانجل بتاعته كده عندي. ده كده دروب شادو كويس في الظهر، يعني حاجه واقفه وراها، واقفه وراها. لو انا عملت كده عندي كنترول انتر، بص كده معايا، ده دروب شادو غيره، غيره ده حاجه تانيه، ده حاجه تانيه كده عندي. وصلت كده معايا الدروب شادو التاني ده، لكن ده نايم على الارض. فبتاع انا يدي لك واقعيه اكتر، يدي لك واقعيه للشكل اكتر غير الدروب شادو ده. وصلت؟ يعني انا ممكن ادي كده عندي، انت عندك دروب شادو، بلور، جلو، اضاءه، كويس، ممكن تدي جريدينج، جرو، ادجست كلر، تعدل اللون بتاعه. كويس اهو، يبقى ده كده عندي الفلتر كده عندي اهو، ده كده عندي حته ان انت تحط كده عندي ايه، تعمل دروب شادو للحياه بتاعتك وتظبط الدنيا بتاعتك كلها. طيب جميل. طيب يبقى ده كده اول حاجه النهارده، ده كده اول حاجه النهارده. طب تعالى ناخد بقى كده عندي حاجه تانيه جديده، تعالى ناخد حاجه تانيه جديده كده نقول، اللي هو كده عندي ايه، اللي هو دي البقره بتاعتي، دي البقره بتاعتي كده عندي كنترول كده عندي ايه، كنترول اس كده عندي، بص معايا كده عندي، اديني كده عندي كنترول اس كده عندي، حفظ، حفظ كده عندي. طب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض، عايزين ناخد بقى كده عندي ايه، عايزين ناخد كده عندي، اعمل لي فايل جديد، فايل نيو 800 600، واديني اوكي. تعالى كده عندي 50%، تعالى اعمل لي كده عندي كالتالي، بص مع بعض كده عندي، تعالى اعمل لي كده عندي كالتالي، تعالى اعمل لي كده عندي ايه، اعمل لي كده عندي كالتالي كده. عايزين ناخد بقى كده عندي ايه، عايزين ناخد بالنا كده عندي من اللي هو سوبرمان كده عندي. انا عايز اجيب كده عندي ايه، انا عايز اجيب كده عندي سوبرمان. طب حلو، فين سوبرمان كده عندي؟ بصوا مع بعض سوبرمان ده، حلو، هات لي بقى الجميل ده اللذيذ بتاعنا ده، انزل بيه كده عندي في هنا، اطلع بيه هنا كده، سيبه كده عندك. حلو، اوكي، نزل سوبرمان، نزل سوبرمان كده. طيب انا عايز سوبرمان ده يجري، انا عايزه يجري كده عندك. يبقى انا ممكن اعمل له حركه كده عندي وهو واقف بيتكلم، واعمل له بعد كده عندي حركه وهو بيجري، وبعد كده حركه وهو بيطير. يبقى انا هعمل له ثلاثه موف كليب، موف كليب واقف، وموف كليب بيجري، وموف كليب بيطير. كويس. طيب بص بقى مع بعض كده عندي يا سبس، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، فين الموف كليب؟ يبقى انا ممكن كده عندي من الاول اعمل له ثلاث موف كليبات من الاول كده عندي. اخدت الموف كليب الاولاني، كوبي، تعالى اعمل لي كده عندي انسرت نيو سيمبل، موف كليب او سوبرمان، سوبرمان ستوب، تعالى اعمل لي بيست فريم، بيست فريم، انا واخد ايه، انا واخد كله ما عدا دماغه، عايزين الليارات كلها. يبقى كوبي فريم، تعالى اعمل لي كده عندي ايه، ادخل لي جوه الموفي كليب بتاعه، اعمل لي بيست فريم. طيب ده كده عندي ايه، سوبرمان بيتكلم كده، سوبرمان ستوب واقف، بس ما بيعملش اي حاجه، واقف ما بيعملش اي حاجه، واقف ما بيعملش اي حاجه. طيب عايزين كده عندي ايه، دبليكيت سوبرمان ران، ده بيجري الراجل ده بيجري، دبليكيت سوبرمان فلاي،
انا بحضر موفي كليبات بتاعت المشاهد بتاعته كده عندك. طيب، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كتاب، ولا يهمك يا جاد ولا يهمك. يبقى لي كده سوبرمان واقف، سوبرمان رن، سوبرمان ايه فلاي كده عندك. طيب عايزين نعمل بقى كده عندي ايه، عايزين نبتدي نعمل كده عندي كتاب. خلاص سوبرمان ستوب، خلاص اللي هي رد دي كلها شيل، الغي لي الكلام ده كله، الغي لي الكلام ده كله كده عندك، لغينا الكلام ده كله والدنيا تمام التمام، والدنيا 10 على 10 كده عندك. ادي ادي كده عندي ايه. طيب ادخل لي كده جوه جوه الموفي كليب سوبرمان ستوب، وقفه وقفه كده عندي. شوف بقى انت هتعوز توقفه ازاي، حط لي كده عندي الانكر بوينت بتاعت كده عندي، ان انزل لي الدراع كده عندي كويس، بس كده جميل كده عندي. وبدل ما دي واقفه كده عندي في في الهواء كده عندي، نزلها تحت. نزلها تحت كده عندي، نزلها تحت. جميله جميله كده عندي. يبقى انا كده عندي ايه، يبقى انا كده عندي سوبرمان وهو واقف كده عندي، سوبرمان وهو واقف، سوبرمان وهو واقف. اه دينيته جميله، دينيته جميله كده، شكله حلو كده، جميل كده، ظبطت انا وضعيته وهو واقف كده عندي. طب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتاب، اطلع لي باك. سوبرمان رن، انا عايزه يجري، انا عايز سوبرمان ده يجري كده عند دوت. يبقى ادخل عليه عليه وهو كده عندي ايه، رن كده عند دوت. طب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض اظبط بقى الانكر بوينت بتاعتي، الوقفات بتاعته. ادي الرجل الاولانيه ادي كده عند الرجل الاولانيه كده عند اهوت، ادي الرجل الثانيه ظبط الانكور بوينت بتاعتها. تعالى كده مع بعض، هذه واحدة دي التانية. ممكن تطور رجلي شوية لو حبيت، عايز تطور رجلي شوية طولها، عايز تسيبها على كده سيبها على كده. الإيد دي كده عندي هي تطلع الأنكر بوينت بتاعتها فوق، ظبط الوضعية بتاعتها. وأدي الإيد دي كده عندي واحدة ورا واحدة كده عندي فوق. هو هندسة لما الرجل بيتنوها مثلا، أو في حركات أفلام بتلاقي الرجل بتبقى متنية، هل بتترسم بشخصية رجل تانية وبعد كده بيعمل لها استبدال في موفي كليب تانية؟ لو الرجل بتتني بتتني بتترسم على حتتين يا كريم، يبقى في ركبه، يبقى في مفصل هنا، يبقى على حتتين، على حتتين كده عندي. لو الرجل هتتني هتترسم على حتتين. والمشط كذلك برضه، ايه؟ والمشط كذلك، مشط الرجل. لو لو المشط الرجل هيتحرك هو كمان، يبقى كمان في حته كمان مختلفه، يبقى على ثلاث حتت، تمام. على ثلاث حتت كده عندي. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، انا عايز اطول الرجلين شويه، مش عارف ليه انا حاسس ان هم قصيرين كده. طيب رجع لنا كده عندي ايه، ما انا عايزهم الاتنين يبقوا شبه بعض بالظبط. كويسه كده، كويسه. هات لي كده عندي دي، دي ديليت، هات لي دي كده عندي كنترول سي، حطها لي كده عندي كنترول في، كبرها كويس كده عندك. زي الفل زي الفل كويس. طيب حلو. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، لو انتوا عايزين بعد كده اعمل لكم الحركات المركبه دي كويس، اعمل لكم الحركات المركبه دي. في الاول اتعلم الحركات السهله اللي هي حته واحده، بعد كده نعمل الحركات المركبه، اعمل لك الحركه المركبه، هقص تحت الركبه اهو حتتين اهو، واعمل لك الحركه المركبه، اعمل لك الحركه المركبه، اعمل لك الحركه المركبه كويس. طيب هنعمل، حاضر حاضر هنعمل، نعمل حركه، نعمل محاضره للحركات المركبه كده عندك. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي، ظبطت الدنيا كده عندي اهوت كويس. هات لي الدراع ده كده عندي بره كده اهو، ده كده عندي هنا كويس اهي، والدنيا زي الفل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض، هات لي عند 30 اف 6، مين اللي هيتحرك؟ رجليه وايديه.
كلاسيك كلاسيك كلاسيك. تعالي كده مع بعض. الستارة دي طبعا هتتحرك. كلاسيك. الإيد التانية دي هتتحرك. مين الإيد دي؟ في إيد كده لسه ما اتحركتش. دي كلاسيك، دي كلاسيك، الرجل دي كلاسيك، الرجل دي لسه كلاسيك. كلاسيك كويس حلو. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كتاب. انا عشان احرك بقى الشخصيه دي كده عندي، عشان احرك الشخصيه دي هعمل كده عندي كتاب، هظبط الانكر بوينت بتاعتي. لازم تظبط الانكر بوينت بتاعتك في الاول. اهي ادي واحده، ادي الثانيه. الانكر بوينت بتتظبط بعد ما عملت الكلاسيك تويت. الثالثه تعالى دلوقتي كده مع بعض، التالتة كده عند اهوت. الرابعة. خمسة. طب امسك لي بقى كده عندي الت، يلا كده عندي هات لي بقى الثلاثه التانيين دول نفس الحكايه الت. حلو. طب يلا بينا كده عندي، يلا بينا كده عندي يا ستي. الايد دي تعالى اقف لي في النص، الايد دي هتطلع لقدام، هتطلع لقدام، هتطلع لقدام كده. تعالى كده عندي جميلة كده عندك. زي الفل. طيب والإيد التانية دي ترجع لورا. طبعا دي هتنزل تحتيهم كلهم، كل اللي تحت كل ده كويس. ترجع لورا، ترجع لورا كده. زي الفل كده عندك شغال جري زوس زي الفل. تعالى كده هات لي الرجل دي هتطلع لقدام، تطلع لقدام كده عندك، جت مكان التانية كده عندك. الرجل التانية دي هترجع لورا، رجع لورا، رجعت لورا كده عندك. واديني زي الفل. تعالى بقى كده عندي في الستاره دي، الستاره دي كويس. الستاره دي بقى كده عندي ممكن حضرتك تظبط فيها اللعب بتاعها كده عندك. ازاي بقى كده عندي كويس؟ هروح جاي كده عندي هنا، زود لك فريم كده عندي اهو، وزود لك فريم كده عندي هنا. بص يا ستي، هنا طلعت لفوق وطولت، هنا نزلت لتحت وردت كويس، هنا صغرت كده عندي، هنا رجعت تاني مرة تانية. لازم تكون بداية ونهاية واحدة. طيب تعالى كده مع بعض نشوفوه كده عندي ايه، نشوفوه كده عندي، نحطوه على باك جراوند عشان تبقى الدنيا كويسه، عشان تبقى الدنيا كويسه، عشان تبقى الدنيا كويسه. عايزين كده نحطوه كده عندي على باك ايه، على باك جراوند كده عندي. طب حلو، تعالى اعمل لي كده عندي ايه، تعالى اعمل لي كده عندي كالتالي. بص مع بعض، هات لي كده عندي الكونتينيو ده، الكونتينيو كده عندي الباك جراوند دي، الباك جراوند دي هاتها، هنجيب نفس الباك جراوند كده عندي. هات لي كده عندي كوبي، روح لي كده عندي على ايه، على سوبرمان، اعمل لي كده عندي بيست، بيست كده عندي اهوت. هات لي كده عندي الباك جراوند بتاعته، ادي بي جي، بيجي كده عند اهوت، ادي بي بي جي باك جراوند. هات لي الباك جراوند كده عند اهو، انزل لي كده عندي هنا في الباك جراوند، حط يلا الباك جراوند بتاعتي اهوت، ودنيتنا طيبه. هات لي كده عندي سوبرمان، سوبرمان جميل. هات لي كده عند سوبرمان كده عند